نبدأ في حلقة تساؤلات في البداية. طيب تساؤلات عن ون بيس، أسئلة شخصية بس. مانجا لا بليز، مانجا لا. سؤال من؟ فيصل عماري. شنو سؤالك؟ لوفي راح يصير ملك القراصنة ولا لا؟ أكيد إذا ما صار لوفي ملك القراصنة أنا بكوبي بروح الأودا وبفقع وجهه. سؤال من؟ فارس العصلاني. شنو سؤالك حبيبي؟ أودا صرح إنه في 7 أسرار لون بيس، واحد منها عارفينه اللي هو حاجب سانجي. إيش توقعاتك للستة الباقية؟ والله شوف صعب إني أتوقع الستة الباقية، بس أنا قلت إذا كان في سر زيادة فهو منه أم لوفي ومنه مصنع فاكهة الشيطان، هذا الاثنين اللي قدرت أوصل لهم لحد الحين. في ناس قالوا إنه ممكن القبعة حقت قبعة القش تكون واحدة من الأسرار السبعة، في ناس قالوا الماضي المفقود واحد من أسرار السبعة، ممكن ولا القبعة؟ يعني أنا مستضعف الموضوع حق القبعة شوية. والله أنا مثلك مستبعد موضوع القبعة، لو نرجع للقرن المفقود ممكن يكون أحد الأسرار السبعة وأرجحها، لكن القبعة معليش يعني هي رمزية ولها قوة دلالية رهيبة، لكن إنها تكون هي السر ما أحبها، ما بعرف أبلعها. أهلاً. هلا هلا هلا، أخبارك؟ كيف حالك يا محمد؟ طيب معليش حالك، كيف حالك؟ إعلان علي مزوني. كيف حالك يا محمد؟ معليش اقتحام كذا. لا خليك تعال. لا بس كذا نحب نسلم عليك. وأخيرا التقيت وجها لوجه مع أصغر أوتاك ويتابع قناتي إيه أي شو مزوني. بس خايف مني مزوني. دعوات لكم له بالسلامة. الله يشفيه. دعواتكم لمزوني بالشفاء العاجل يا جماعة. متى بتسألني مزوني؟ قلوا عمو كيف حالك؟ هو خجول من النوع. شو أخبارك حبيبي؟ طيب ناسفين على الاقتحام كذا. بالعكس أحلى شيء أحلى شيء. وسؤال من؟ محمد بن زقر. شنو سألك؟ دحين لاو لما نزل من القصر اللي عنده فلامينجو سوى تشامبلزن تبدل مع ذاك اللا، لما رجعت يده، ولما رجع بدل يده راحت يده، هل هذا خطأ من الاستديو ولا انه من جد رجعت يده؟ لا اوهو بدل مع جسم العسكري اللي كان تحت. طيب اساسا كان يفترض ان العسكري هذا يطلع ميت، بس في الانمي جابوه انه ما مات، فلاو طلع بجلده اوهو نفسه، خلى الملابس يعني لاو راحت لهذا. لا مش روحه، جسم لاو تبدل مع العسكري بيده المقطوعه. بده ما طلعوه في الانمي يده موجوده لان العسكري موجود، العسكري هو اللي كان داخل الرداء فشفناها يده موجوده. هذا اكبر دليل انه مو بتصريفه ترى من الكاتب من الاستديو، لا حتى باليد موجوده يد العسكري. لما رجع له مكان العسكري رجعت اليد مقطوعه مره ثانيه، فهذا هو السبب. مشكور. العفو العفو حبيبي. سؤال من؟ ربيع بخبارك. شنو سؤالك؟ متى خلص كونان؟ شوف كونان انا لما حسبته 8 حلقات فلا بعدين حلقتين كانون. ثمان حلقات فلا بعدين حلقتين كانون، يعني ما تيجي 600 حلقه اللي ما تبعوا كونان 600 حلقه وكذا، لا اذا تبغى تشوف الزبده 80 حلقه من ال 600. طيب فلو فرضنا ان كونان يبي يوصل 1000 حلقه ايه يعني لازم نشوف 10000 حلقه. لا امزح معك، لا هو قرب خاصه ان بدا التلميح على قائد المنظمه، من قبل ما كانوا يلمحون عنه. في العميل القومزي لمحوا عن قائد المنظمه ولمحوا باسم رم، عطوه كود لعميل جديد اسمه رم. طبعا احنا نشوف المنظمه في كونان اسمائهم معليش من اسامي الكحول والخمور. الرم يعتبر من اعرق انواع الكحول والخمور، فلما نتكلم رم اما ان يكون المنفذ الاول في المنظمه او قائد المنظمه، مما يعني ان احنا قربنا للراس الكبيره. لكن السؤال فعلا اللي ابي اساله في كونان، ايش قصه ام المنظمه اللي كلها سي اي اي واف بي اي وشرطه سريه؟ منظمه مخزوقه يا حبيبي، عندهم سالفه. سؤال من؟ عبد المجيد صقر. شنو سؤالك اخوي عبد المجيد؟ الان في ون بيس فكت الانسان حقت سوبر، لو جاء انسان واكل ايش بيصير؟ هل بيستفيد من قوتها ولا ما يستفيد؟ لا ما راح يستفيد، بيطلع فوقه كلمه عليك واحد، راحت عليك الفاكهه ما تستفيد بس من قوتها. ما يقدر يستطيع السباحه. ما راح يقدر يستفيد منها اي شيء. سؤال من؟ عبد الله فهد الاحمد. شنو سؤالك؟ دحين انا هو مو سؤال بس انا ابغاك تنصحني عن انميات شويه طويله اتابعها. طيب انا خلصت اغلب الانميات تقريبا. شفت روني كينشن؟ لا. طبعا بكتب لكم اسمه هنا، روني كينشن، بس ما تضبط معاي. شوف روني كينشن
الكاتب حقه أسطوري، لكن عشان تعرف لأي درجة الكاتب حقه أسطوري، 6 مساعدين له من بعد صاروا أسطوريين، واحد منهم أودا اللي سوى ون بيس، كان مساعد في الأنمي هذا. الأنمي بطل، إذا أنك تحب جنتاما بيعجبك روني كنشن، لأنه فيه تشابه كبير. طب دحين أنا قاعد أتابع جنتاما، وصلت يمكن ولا حلقة 40، بس أنا طفشت من جنتاما، يعني طفشت من إنه بس كل حلقة يعني كلها ما فيها قصة أساسية، ما فيها حماس، ما فيها شيء. يعني متى تبدأ الحماس والقتال من جوال أكشن؟ حسب كلام ياسر إن الحماس بيبدأ مع السيزن الثاني أو الثالث، يعني إنك تعب شنه القصة. يعني السيزن الأول أسحب عليه؟ لا 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 تسحب عليه، مهم مهم مهم. هو ماشي على مبدأ البناء البطيء، كل شخصية بتطلع قدامه لها تأثير يقول لك شنه قصة أهله كلها قبل. يعني انت الحين مثلا في ناروتو مو فجأة تطلع لك شخصيات تنصدم، قصة أهله منين جاء هذا، صح ولا لا؟ صح بابا. وما يعجبك يعني مثلا فجأة قدام جاب لنا منه بين، وين هذا كان بين؟ ايش قصته بس بين؟ بعدين جابوا لنا من هو من زمان. أيوة كيف هو ما حيجيب لك فلاش باك، من الاول بيجيب لك قصته وبعدين بيطلعوا لك قدام في قصه. معلش بس ابغى واحد يعني انمي غير روني كنشن. غير روني كنشن طويل لازم، يعني اقل شيء 203 حلقات وزي. شفت دي جريمان؟ لا. بيعجبك. طيب شفت اعطيك شغله حلوه برضو، شفت انيوشا؟ لا. طيب شوفوا، طبعا بكتب اسامي الانميات. هيتمان ريبون شفت؟ انا قاعد اتابعه الحين. هيتمان ريبون ايوه قاعد اتابعه، وصلت يمكن حلقه 15. بطل ايوه بطل. مره مره حلو، انا قاعد اتابعه الحين. طبعا اخبر مني في الانميات ماجد. مو صحيح. شنو مو صحيح؟ دخلني في الانمي وقول لي مو صحيح، اروح اضربه ونرجع. لا خليه. وفي طيب. كمان انمي اللي هو دي بعدين دوت جريمان. ايوه دي جريمان هذا هو يعني حلو الانمي ولا لا؟ لان انا وصلت الحلقه الثالثه ووقفت، خاف اني ما يكون بطل. حلو. بطل دي جريمان بطل. انا بنزل حلقه جديده قاعد اشتغل عليها عبد الله السيخان، اسمها اقوى 10 رموز للدمار. واحد من شخصيات دي جريمان من رموز الدمار موجوده، شيء بطل لازم تشوفه دي جريمان. وفي انمي اسمه باكومان بطل حلو لازم تشوفه باكومان. شكرا. بحط لك اسميه، لو تفوت على حلقتي بتشوف اسميه عشان لا تضيع. سؤال من يوسف جمجوم، شنو سؤالك حبيبي يوسف؟ هل تتوقع ان في اشكال ثانيه للجير فورث نفسه؟ انا والله لما درست الجير فورث كنت اتناقش مع احمد قبل لا نيجي. طيب. الجير فورث اما انه ماله الشكل نهائيا وهذه قوته القصوى اللي احنا شفناها. طيب. او انه بيصير له اشكال، لان لما تركزون بتشوفون القوه اللي حطها لوبي. أيوه. في ايديه. أيوه. ورجليه يقدر يوزع فصار مثل الغوريلا. أيوه. وجاب اشكال الحيوانات اللي هو تقاتل معها. أيه. وشفناه يطير برضو بالقوه. أيه. واحنا شفنا في فيلم اللي جاء عن فوكسي انك تقدر تتحكم باشكال هكي التسلق، لان أيه. الادميرال اللي كان في فيلم فوكسي كان معاه زي المهبه. أيه. زي مع سيف. ايوه وخلاها سيف. فاذا لوفي يقدر يتحكم باشكال هكي التسلق وجسمه يساعده، ينفخ جلده ويسوي اشكال خياليه، ممكن يسوي اجنحه، صح ولا لا؟ يقدر يسوي اجنحه. الا صح. يقدر يتشكل على اشكال غير طبيعيه. يعني الجير الفورث ما له حدود؟ ما له حدود، لانه يتحكم بعضلاته ويتحكم بالجلد. لا العظام جير ثيرد، العظام جير فورث الرابع، المحرك الرابع العضلات. فتقدر انت العضلات تتمدد الى ما لا نهايه، والجلد يتمدد طبيعيا، جلدك الى ما لا نهايه يتمدد. فكيف هو مطاطي؟ يقدر يسوي بلاوي، بس انا عارفه بيصير بالون وبيقعد يطير الغبي، ما راح يتشكل اشكال حلوه. سؤال من؟ عبد الله اليافي. شنو سؤالك؟ البونجليف هي اقوى ماده صح؟ اقوى ماده موجوده. الكيوسكي اقوى من البونجليف؟ اقوى من البونجليف. هم اللي قالوها الحين، قد يكون البونجليف اقوى منها، بس انا امشي على اللي قالوا. حفروا عليه، كيف اقوى منه؟ حفروا عليه، كتبوا عليه يعني. كتبوا عليه ايوه. كيف اقوى؟ الكيوسكي اقوى. الكيوسكي ما كتبوا عليه يعني لو جابوا كريسكي راح يكسر ال... شوف هم حفروا عليه البونجليف. أيوه. الكيوسكي صنعوا منه. أيوه يعني ما اي بس كيف اللي كيف. قالوا عنه، اللي قالوا عنه، انا اقول لك ايش اللي قالوا عنه في الانمي انه اقوى ماده الكيوسكي. انا امشي على اللي قالوا عنه هذا بالاكيد، بس البونجليف لو ما هو قوي جدا ما كتبوا عليه في القرن الغابر. طيب ليه ما كسروا الحكومة العالم؟ حكومة العالم ما يبلغيتها، مخفى
خلاص هو مكانه سري ما يعرفون وين يلقونه، يعني واحد في سكايبيا ولا بدأين عنه، وواحد في أوابستا ومدفون تحت الأرض، وواحد في جزيرة اليوجن ومدفون في المقبرة، واللي لقوه في قرية أورها ودموها هي والقرية. بس ما بس الكايروسكي قد شفنا أكثر من مرة إنه ينفك أو يتكسر، بس البونيف البونيجليف ما قد شفنا يتكسر أو يتفك أو قال شيء ذكي عنه. أي ما شفنا هم حفروا عليه وما شفنا الكايروسكي يتكسر، هذا إنزوما التابع إيفانكوف قد شفناه يقص الكايروسكي بس ما قد شفنا البونيجليف. بس شنو الكلام، أنا أعتمد على تصريحات الكاتب، المؤلف هو اللي أعلم بقصته صح ولا لا؟ المؤلف قال لنا أن الكايروسكي أقوى مادة فأنا ماشي عليه، مع أن أنا أشوف أن البونيجليف صراحة مصنوع من أحجار خيالية. أهلا حبيبي أحمد طيب شلونك؟ الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على السلامة. تعال تعال. ومن اليمن السعيد حبيب قلبي أحمد بعكابة، أحلى تحية يا شباب. شنو سؤالك؟ بالنسبة ألف ألف سؤال بسرعة بسرعة ألف بسرعة تطلع الحلقة على الفاضي ما في حبيبي. طيب بالنسبة لفاكهة باقي أيوة الأسطورة طبعا الأسطورة باقي بمشيها لك مضادة لفاكهة لو من أي ناحية؟ أن باقي لو قطعوا لو مثلا يمدي يرجع مرة ثانية. باقي فاكهته مضادة لفاكهة لو ومضادة لفاكهة كيوتي، قطع في قد ما تبغى ما في فايدة. سوي تبولة والله ما يموت. احنا نقول لك اسطورة لا يعني. سوي تبولة ما يموت. خلاص ما في فايدة. الا اذا لو جمد قلبه قبل ينتبه باقي. وسحبه. ضغط والديه. راح استمتع انا في اللحظة. سؤال من؟ ركان عسيري. شنو سؤالك؟ بالنسبة للتين ريوبي. هم في مراتب ولا كلهم مرتبة واحدة؟ يعني في ناس أعلى من الناس في التنيروبي ولا؟ أيوة هم فيهم مراتب، الجيروسي أعلى مرتبة من مراتب التنيروبي في مرتبة بعدهم يعني في أعتقد لابد أن في مراتب بعدها لابد، لأن كيهوتي فلامينغو لما زور الخبر لابد أن تواصل مع ناس في التنيروبي أثرت على سيفوبول، السيفوبول ما يتبع للتينويوبي يتبع للجيوسي. أيه. إذا كيهوتي يقدر يسيطر على الجيوسي ويخليهم يسيطرون على السيفوبول كان رجع تينويوبي مرة ثانية صح ولا لا؟ بالعكس في واحد في التينويوبي قاعد يساعد كيهوتي وهم مواتب أكيد لابد أنهم مواتب لأنهم بشكل كبير منتشرين في ماريجو وأحسن حل للسيطرة على الانتشار هذا أنك تخليهم مواتب لأن ماريجو زي ما أنت شايف زي الجبل مرتفعات واكيد كل مرتبة تسكن في شيء يناسبها ليفل يناسبها اعلى ليفل اللي هم الجيوسي. طيب الحين هم يعني اللي شفناه احنا من التنريوبي انهم كلهم ضعيفين ليش دراغون خايف منهم؟ طيب ليش ما يبغى يهجم بالثورة حقته يسويها يعني ليش خايف من التنريوبي؟ مو بكلهم ضعيفين، في ناس عندهم قوة حكومية اللي هم الجيوسي مسيطرين على الشيبوكاي مسيطرين على السيفوبول مسيطرين على حكومة العالم. طيب وفي ناس عندهم قوة مالية وفي ناس عندهم قوة جيشية، في ناس تتحكم بعوائل نبيلة ماسكة زي مثلا كيهوتي لما طلعت عائلته جات عائلة نبيلة مسكت في دسوزا صح؟ ما بقت إلا عائلة واحدة هي اللي ما تخلت عن الحكم اللي هي موجودة في أرابستا ومع ذلك عوائل أرابستا كانت متجمعة عشان تحارب دراغون فأكيد إن في ناس في التينيوبي مسيطرة عليهم وفي ناس عندهم قوة جسدية احنا شفنا السياف اللي يلمع سيفه الأصلع هذا وقاعد يعتني بسيفه كأنه ساموراي فعلا واعتقد ان هذا له علاقة بمملكة وانو ان من العوائل اللي كانت حاكمة في مملكة وانو الساموراي وترك وراح صار تينيوبي فلابد ان فيه موجودين عندهم قوة وفي ناس ما عندهم مسافة زي ابو سانسون اللي صفق لوفي. سؤال كذا سؤال من؟ زياد. شنو سؤالك؟ سؤالي هو هل احد طاقم لوفي اللي ما اكلوا فاكهة شيطان احتمال ياكلوا فاكهة شيطان في المسلسل؟ شوف وهم لازم يصير عندهم قوة خيالية يصير عندهم قوة هكي اسطورية يصير عندهم فاكهة شيطان لانهم وصلوا الى مرحلة الحين مع اليونيكو خلاص الحين هم في دوسوزا قاعدين يحوشون في كيهوتي وعندنا نامي سانجي مع البيجما ما ندري ايش صاير عليهم فخلاص بدا الموضوع مع اليونيكو لابد أن يكون عندك يا قوة خيالية يا تحالف قوي يا فاكهة شيطان مدمرة وإحنا شفنا فاكهة شيطان الوحدة ما تسوي شيء بعد إيه بس للآن يعني أنا قصدي أنه
شخصيات ظهرت في الطاقم. بس دقيقة لا تحرق علي، انتبه. ايوه لا بس انه ما اخذوا فاكة شيطان، يعني زي سانجي او زورو جوهم اصلا بدون فاكة شيطان، فما نبغى نشوف يعني شخصية كذا جت بدون فاكة شيطان اخذت فاكة شيطان وهي في طاقم لوفي. والله انا اتمنى هالشيء، بس انا اتوقع زورو ما حياخذ فاكهة شيطان. زورو بيروح مملكة وانو بيتعلم تقنيات سيف خيالية تغني عن فاكهة الشيطان، لانه شاف كيمون قال انت عندك شغلة مذهلة او تقنيتك مذهلة بلتصق فيك، لان اعرف قصتك. سانجي هو مطور نفسه، احنا شفنا كيف جوله مطلع النار، فاعتقد اللي بيحتاج عندنا اسب عنده تقنيات القناص مع الهكي خلاص امورها طيبة، وعندنا نامي اعتقد نامي هي اللي تحتاج شغله، يا هكي بطل يا فاكهة شيطان بطل. سؤال من ماجد ابو منزول. ابو منزول شنو سؤالك؟ عندي سؤالين استاذ محمد. اسال. اول سؤال ابغاك تقول لنا ذكرياتك ومتى انت اول مره حبيت ون بيس ودخت عنده زي ما كلنا دخنا عنده. ولا اذا تبي تعمل عنها فيديو خاص انت على كيف يكون احلى. السؤال الثاني ابغى اعرف وجهه نظرك في عدم متابعتك للمانجا، او انا ما اقول لك ما الومك لكن اكيد عندك وجهه نظر واحنا ودنا نناقشك في المانجا وكمان تفك نفسك من الحرق، واي واحد يحاول يحرق عليك لان صراحه اي واحد تحرق عليه بيزعل اكيد. فتقول لنا ايش وجهه نظرك في عدم متابعه المانجا، اكيد عندك سبب وجيه وفي النهايه نحترم رايك طبعا. اكيد طبعا انا اسوي نظريات واتحدى فيها دائما من قبل اسوي القناه. وصلت في المانجا الى حدث ديسوزا، مش ديسوزا قصدي حدث اليوجن اللي هو تمام. فكان دائما يجيني تهجم، انت شايف المانجا تقعد تتفلسف علينا ليش؟ صح. فانا الحين نويت اسوي قناه وناوي اسوي فيها نظريات. سابقا كنت ابني نظرياتي على الانمي على المانجا على تصريحات الكاتب على الاساطير وادمجها مع بعض وتطلع نظرياتي، لكن الحين لما اجيب نظريه وانا شايف المانجا ماني مصداقيه، خلاص راحت مصداقيتي. تقعد تتفلسف. انا اشوف في ناس واجد يقولك انا اعرف بيصير كذا وكذا وكذا وانا ادري انه شايف المانجا، لا تتفلسف علي يعني. خلاص انت شايف المانجا فما ينفع. على هذا السبب اللي خلاني اوقف المانجا، لكن انا وقفت مانجا ون بيس، وقفت مانجا فيري تيل، بس مانجا ناروتو ما وقفتها. تمام. فعشان كذا انا ما اقدر اسوي نظريات في ناروتو لان انا عارف ايش بيصير في النهايه يعني، فما في فائده من الكلام. اتابع مانجا من محبين المانجا، دعمت اصحاب المانجا، لكن انا وقفت المانجات اللي مثل فيري تيل، بليتش. طبعا بليتش مو عشان النظريات، لا زال عندي امل ان الانمي يرجع، فموقف المانجا ان شاء الله. وون بيس وقفت المانجا حقته زي ما قلت لك عشان يصير مصداقيه للنظريات اللي انا قاعد اعملها. اما الحلقه اللي طلبتها وعدتكم اسويها خلاص. ليش دخلت ون بيس؟ خلاص ميمي. سؤال من وليد المالكي. شنو سؤالك حبيبي؟ فياري تيل من اخر حلقه حقت التنانين، هل تتوقع انه التنانين ترجع مره ثانيه عشان تساعدهم ولا خلاص بيمشوا ما عاد بيرجعوا؟ انا اعتقد ان التنانين بتصير لها قوه خاصه لهم الحين. يعني بنشوفها زي الذكريات، زي ما اشوف الكيوبي في ناروتو، بس انهم يخرجوا ما اعتقد انهم حيخرجوا مع بعض لانهم جابوا انهم ماتوا. عنده سؤال ثاني. تفضل. هل متلاحظ انه ون بيس قاعد يحاكي الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ من اي ناحيه؟ من القصه ومن القصص انه يحاكي الواقع اللي احنا عايشين فيه. انا شفت مقابله للكاتب وقال انه قبل لا يكتب ون بيس قرا مانجات كثيره وقرا قصص تاريخيه كثيره وجمع الخيال مع الواقع عشان كذا طلع القصه الرهيبه هذه، ونقدر نسوي عنها نظريات واساطير لان احنا نعرف شو الاصول اللي هو ماخذها. وهذا الشيء حلو فيه. لما سالوه قال انه قرا كتب الاديان كلها. لما سالوه انت تهجم على الاديان، يعني في حلقات اتهمونا متهجم على الاسلام، في حلقات اتهمونا متهجم على النصرانيه، في حلقات اتهمونا متهجم على اليهوديه، هو قال انا مالي بهالامور هذه كلها، انا مالي بهالاديان هذه كلها، انا قريت الاديان هذه كلها جمعتها مع بعض، قريت الاساطير كلها جمعتها مع بعض، قريت قصص تاريخية كلها جمعتها مع بعض، تابعت مانجات وانميات كثيرة جمعتها مع بعض عشان اطلع ون بيس. خلاص. ومن اسمه ون بيس القطعة الواحدة، يعني هو يبي يجمع كل حاجة ويطلعها في زبدة واحدة بعدين. بس كيف بيسويها انا مش عارف. ان شاء الله نشوف. ان شاء الله. سؤال من محمد العيساني. سؤالك. هل هنالك جير 5؟ والله شوف انا كنت اقول مستحيل يطلع جير 4. يعني وخبزني على وجه الكاتب، فما اقدر اقول ايه ولا اقدر اقول لا، لكن المجال مفتوح. يعني اذا قلنا الجير 2 الجير الثاني هو ان لوفي يتحكم بضغط الدم، الجير الثالث ان لوفي يتحكم بالجهاز العظمي، الجير الرابع ان لوفي يتحكم بالجهاز العضلي، باقي الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ممكن مع
الحكي التنبؤ يسوي مصايب. اي عشان كذا قلت لك الجهاز العصبي يساعدك انك تتحكم بغيرك. إيه ممكن يصير، فممكن يصير جير 5 حق لوفي انه يتحكم بغيره، لان شاكس لما يمشي الكل يخاف منه عشان بدون ما يسوي شيء. الهاكي شغال مع طبيعي كيف هذا يعني عصبي الهك. لا هذه العزيمه غير الجهاز العصبي. إيه. في قوه العزيمه والاراده، يعني انت مثلا لما تيجي تكلم واحد تقنع باللي انت بيه قبل لا تتكلم. إيه. هذا احنا نسميه قوه الاراده والعزيمه، انت اثبت فيه. إيه. لكن عاد في الجهاز العصبي زي اللي شفتوه يحرك الملعقه على الطاوله، موجوده في لما تجعون في اليوتيوب تشوف الناس تسحب الملعقه من على الطاوله وتتحكم بالناس الثانيين، التنويم المغناطيسي. إيه. هذه ممكن نلوب الجهاز العصبي مع هك التنبؤ يسوي مصايب بعدين، لكن هذه تحتاج ذكاء حاد. نلوب صعبه شوي. طيب ودي اخليك تسال بس والله الجماعه سؤال اخير بس، هل لوفي بيتزوج؟ انا اقول في 4 مرشحات للزواج من لوفي كثير يعني مو قليل، لكن اتمنى ابو هانكوك صراحه لان المزه حقتهم هذه المزه حقت ون بيس، لازم ابو هانكوك. سؤال من طبعا الكاميرا يمكن ما تطلعك، سؤال من باسم سعد الاحمدي. باسم سعد الاحمدي الاحمد، دقيقه باسم الكاميرا ما حتطلعك، لازم اخليها تطلعك. تعال مساعدة يا شباب، افعوا معاك، افعوا باسم معاي، يلا ايش فيكم انتم؟ هذا هو باسم. تفضل باسم. سؤالي هو تتوقع كروكودايل بعد سنتين اتقن الهاكي؟ اوه سؤال بطل والله. شوف اذا كروكودايل اتقن الهاكي بعد سنتين بيكسر الدنيا، ومستحيل كروكودايل يدخل العالم الجديد ويتحرك الا اذا اتقن الهاكي. فالحين بنشوف قدام طلعه لكروكودايل خياليه لانه اتقن الهاكي. عاد انت بتستانس انه اتقن الهاكي، حبيبك الكروكودايل صح؟ لا 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 لا. سؤال من؟ معاذ طيب. شنو سؤالك؟ في جنتما في اراك ال طبعا جنتما اول شيء محمد جنتما تابعته؟ وصلت في جنتما الى حلقه 70 اعتقد اديته. اراك اللي هو لما يضرب هذاك المغطي عينه، ايوه كانت صورة قال انه معلمهم اعطاهم كل شيء واخذ منهم كل شيء، ايش كان قصده بهذا الكلام؟ مع انه في الذكريات جابوا كلها كلها جابت ذكريات جميله يا معلم. إيه. اعطاهم كل حاجه، اعطاهم السعاده، اعطاهم كل شيء، مع ذلك كانت صورة قال انه اخذ منهم كل شيء، حتى حريتهم وسعادتهم اخذها منهم. اعتقد انها فلسفه، بجاوبك من مبدا الفلسفه. المعلم يجي يعطي الطلاب المبادئ، القوه، طيب الحلم، الطموح. فدائما تشوف المعلمين في التاريخ يجيب الطالبة يعطيه الأسس المبادئ، يقول له سوي كذا عشان توصل كذا، سوي كذا عشان توصل كذا، سوي كذا عشان توصل كذا، في الأخير يقول له أنا أعطيتك كل حاجة لكن للأسف الحلم اللي أنت تبغاه مش موجود. فالحلم اللي خلاك تسوي كل حاجة لما أخذ منك أكون أخذ منك إيش؟ كل حاجة. طيب السؤال الثاني معلش، كم تابعت النمي؟ والله كثير بس بعد لك اللي انا اذكره. طيب عندك خلينا نقول طبعا الانميات المدبلجه انا اعتبرها، فيجيني واحد يقول لا تعدها، لا بعدها. طيب تابع معي خماسي ساسوكي اللي هو ساوتوبي ساسكي، خماسي ساسوكي سانشيو جوندايزر رجل الحديدي، عندك من دراغون بول تابعت زد في البدايه ووقفت، بعدين عندك رونيني كنشن بيج جري مان هيتمان ريبورن فان هيلسينغ ترايغن لوبين كونان داي الشجاع اللي هو دراغون كويست تابعته ترى مترجم وتابعته مدبلج، جنتاما حق الطيبين اللي هو كابامارو ناروتو ون بيس بليتش هاجيمي نو إيبو الاجزاء كلها تابعت وايلد هانجري هارت وايد سترايكر عن كرة القدم إنزوما 11 ستريت فايتر تبعته من البداية وقفت صراحة خمق شوي بعدين كينج اوف فايتر سووا له اوفات تابعتها طبعا جولدن بوي ما يذكرون الا الطيبين ثلاث اوفات اسطورية عيب ان اتش شوي بس ثلاث اوفات قمة الضحك ما حد يضحك زي كذا كينيتشي ذا هيستوري سترونجست ديسيبلين مونستر لا ما تبعته لا ما تبعته للاسف لانه مو بمودي هو بطل بس مو بمودي يعني ما انا شنو اتحمس على العوابجه زي تاكامورا لوفي لا تجيب لي واحد اتيكيت عشان اسوي انا جي تي او اكيد تبعته جي تي او جيت تيتشر انوزوكا ماي بوس حبيب قلبي ماي بوس ماي هيرو طبعا انا اتابع دراما يابانيه لانه تاخذ اساسا من الانمي ماي بوس ماي هيرو دراما بطل اخذوه الكوريين وسووه مسلسل خطير خطير كملوا للاسف افضل شخصيه تعجبك بايش؟ ايش؟ افضل شخصيه ون بيس اي افضل شخصيه زورو
زو حبيبي هذا، هذا حبيب الطيبين وحبيب الجديدين وحبيب الكل. زو اتمنى صراحه ان الكاتب يعطي دور. هو راح قريه القرود صح؟ اما يشطبوا له عينه. الجزيره اللي تدرب فيها ميهوك. والقرود هذه اقوى شيء، تقلد ميهوك وجاب له اقوى قرد فيهم. ممكن انا اقول انه هم اللي شطبوا عينه، انا اشوفها افجل. افجل انه تدرب وانشطبت عينه. باخذكم كلكم والله. كلكم لو انزلها ثلاث حلقات ولا خليها بخاطرك. سؤال من؟ عبد الرحمن محمد. سؤالك؟ ايش اتوقع؟ اتوقع انه لوفي ياكل فاكهه شيطان ثانيه؟ والله الكل يتوقع هالشيء ويتمناه بسبب البلاك بيرد، لكن انا اعتقد ان لوفي بيرفض. لا لانه جسمه هو مطاطي يستقبل، يمكن ما يصير له شيء. ذاك انا ايش اقول لك بيرفض؟ اغلى فاكهه شيطان على قلب لوفي كانت فاكهه ايس وعيه، يعني ما فكر حتى انه يلقى طريقه ياكلها، وشايف ان البلاك بيرد ماكل فاكهتين، او على الاقل دار ان البلاك بيرد ماكل فاكهتين، قال حق فرانكي خذها انت. لا يمكن هو خاف انه يوصل له شيء لو اكلها. كان احتفظ فيها لان يلقى طريقه، صح ولا لا؟ صح صح. لكن انا اعتقد ان لوفي بياخذها بمرجله شوي، بيقول ما ابغى فاكهتين، بفقع وجهه بفاكهه واحده. ولوفي يسويها يعني. سؤال شباب بس وسعوا في النص عشان الكاميرا بس. سؤال من؟ محمد. سؤالك؟ هل تتوقع انه فوجيتورا ينهي نظام الشبوكاي بعد حدث ديس روزا؟ طبعا اللي ما حد يعرف ان محمد اول متابعين قناتي، قديم جدا، قديم قديم، وعليه صوت رائع في الانشاد، وقلت له شارك في اوتاكو تالنت معي، بس بمشيها لا بس لازم افضحه. فيجيتورا ينهي نظام الشيبوكاي، هذا اتمناه. اول شيء ليش اتمناه؟ لانه باقي مغبون انا من السلطه اللي خذها، وابغى اشوف ميهوك ايش بيسوي لو ترك نظام الشيبوكاي، كيف بيدمر الدنيا. وعندي كمان سؤال ثاني، هل تتوقع فيجيتورا اقوى من عين الصقر ولا عين الصقر اقوى من؟ لا حبيبي ميهوك اقوى. ميهوك كسياف شباب، لان كثير يزعل لما اقول كسياف اقوى ميهوك.